مرحبا بكم. اليوم نتعلم كيفية إيجاد الفاولت. أنت لما ما تريد تجد خطأ معين في السي بي يو مالتك، هذا البرنامج سيماتيك مانجر راح يساعدك في إيجاد هذا الخطأ. كيف تجد هذا الخطأ؟ أول ما تضغط على الأكسيسبل نودز بعد ما سويت أونلاين سي بي يو مالتك، وتضغط على إم بي آي أو أي وسيلة أنت متصل بها، وعلى سي بي يو بعدها تختار الموجول information او كاترل دي، راح تنفتح لك نافذة. هذه النافذة بها diagnostic buffer، هنا كاتب لك التايم والديت والايفنت اللي جاي يصير. تختار اي ايفنت صاير عندك، راح يقول لك هذا موجود فلان function فلان module، تطي open block. من تطي open block راح ياخذك للبلوك اللي بيه مشكلة، تضغط مرتين اوكي وراح يقول لك فلان خطأ عندك. لو تجي تتوقف هنا على هذا الخطأ، شوف هذا الخطأ هو مسوي لك هنا بي ستوب، وهذا الخطأ هو اللي بيسوي لك مشكلة او مسوي لك ايرور بالسي بي يو مالتك. فتصحح هذا الخطأ، وهو اللي ساعدك بدون ما انت تروح تدور على الخطأ وتلقاه، هو ساعدك في ايجاد هذا الخطأ. فهذه من مميزات السيماتيك مانجر. لهنا نشكر متابعتكم، نشوفكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله. تحياتنا لكم.